الديفيوجن هي بيسكلي هي الحاجه اللي بتحصل بتخلي البارتكلز بتاعت واحده من السوليوتس اللي موجوده عندنا في كومبارتمنت تتنقل للناحيه الثانيه. يعني على سبيل المثال انا عندي هنا في الكومبارتمنت مثلا اللي فيه الدم في عندي تركيز عالي لواحد من السوليوتس، يعني عندنا مثلا اكيد التركيز بتاع الذرات او المولكيولز بتاعت مثلا اليوريا اكتر بكتير جدا من المحلول اللي احنا بنحطه الناحيه الثانيه ده. احنا بنحط هنا محلول ما بيبقاش فيه اي حاجه خالص لا علاقه بالمواد الضاره اللي موجوده في الجسم، يعني بيبقى اكنه فريش ووتر مثلا، اوكي اكنه كده، بس طبعا بنحط عليه املاح ثانيه زي ما هنتكلم بعد شويه. فهنا اكشوالي تركيز كبير وهنا تركيز زيرو، فالذرات بطبيعتها بتمشي ببراونيان موشن بالشكل ده كده بتحاول تنتشر. لو عندنا هنا سيمي بيرميبل ميمبرين يسمح بمرور الذرات دي، يبقى معنى كده الذرات بتبتدي في الاول خالص تركيزها كبير في واحده من الكومبارتمنتس، وبالحركه العشوائيه بتاعتها بالبراونيان موشن بتوصل في الاخر ان هي تبقى موجوده في الاثنين بشكل متساوي، وينتهي الديفيوجن او ينتهي التخلل بتاع الماده دي او بتاع المولكيول دوت لما يكون حصل بالانس بين الطرفين. فاول قانون اكشوالي له علاقه بالديفيوجن، وده الحقيقه اللي بيحدد لنا بالظبط ايه اللي بيحصل في الكليرنس او الازاله بتاعه المواد الضاره، هي ان النت فلو اللي هو بيمشي هنا ده كده، النت فلو اللي هو بين التو كومبارتمنتس دول بيعتمد على الكونسنتريشن جريدينت. يعني لو بتكلم مثلا على الدم وبتكلم على الدياليزيت، لو انا عندي كونسنتريشن جريدينت بين الاثنين دول كان كبير، يبقى معنى كده الفلو بتاع المواد الضاره من هنا لهنا هيبقى فعلا يعني الريت بتاعه اعلى ما يمكن، وبالتالي هو ده الحاجه اللي انا عاوزها عشان تشيل لي المواد الضاره اللي موجوده عندي في الجسم. الحقيقه ده التكنيك اللي هو ديفيوجن دوت، هو ده اللي احنا بنستعمله علشان نشيل بيه الاملاح الضاره زي اليوريا والكرياتينين والحاجات اللي زي كده من الجسم. يعني بيسكلي زي ما احنا شايفين كده هو ده تكنيك باسيف. باسيف معناها ان هو ما بيحتاجش انرجي، يعني انا مجرد بس بحط الدم وقصاده دياليزيت هو بيتم بطريقه طبيعيه بين الطرفين. اوكي، فانا مهمتي ان انا اكيب يعني اخلي الدياليزيت في الناحيه الثانيه دي الكونسنتريشن بتاعه اقل ما يمكن، يخلي الكونسنتريشن بتاعه دايما يبقى صفر، يعني بمعنى ان انا احطه واخليه مثلا يحصل فيه فلو بحيث دايما يبقى الناحيه الثانيه اللي قصاد الدم يبقى الكونسنتريشن فيها صفر، علشان فعلا يبتدي يحصل ديبليشن او يبتدي يحصل كليرنس للمواد الضاره من الدم شويه بشويه. فدي الطريقه اللي بشيل بيها المواد الضاره من الدم للدياليزيت من خلال الممبرين اللي انا حاطه في النص ده. فبيسكلي احنا عندنا طبعا ممبرين ممكن ان احنا نخلي الدم يمشي يعني عشان يبقى فيه فلو للدم. طبعا ما ينفعش ان احط الدم كده بشكل ستاجننت، ما ينفعش ان انا اخليه واقف في مكانه، لازم اخليه يتحرك. فانا ممكن يبقى في عندي سيستم، يبقى في حاجه اسمها كو كارنت ترانسبورت، يبقى عندي الدم ماشي في الاتجاه ده والناحيه الثانيه الدياليزيت ماشي في نفس الاتجاه. وفي عندي تكنيك تاني ممكن يبقى الاثنين ماشيين عكس بعض بسميه كاونتر كارنت ترانسبورت. الحقيقه الناس لقت ان الافشنسي بتاعت الكاونتر كارنت ترانسبورت افضل بكتير من الكو كارنت ترانسبورت. فغالبا في كل الهيمو دياليسيس سيستمز بيبقى الدايركشن بتاع الفلو بتاع الدم بيبقى عكس الدايركشن بتاع الفلو بتاع الدياليزيت في الناحيه الثانيه من الفلتر.